علاقة يقال بين الثقة بالنفس والتعلق، شو هي؟ في علاقة جدا قوية بين هاي الشغلتين، لأن ما في شخص يعاني من التعلق إلا ألا وهو عديم الثقة بالنفس، وما في شخص يعاني من عدم الثقة بالنفس إلا في نفس الوقت وفي نفس المضمار قاعد يعاني من التعلق. طبعا أكيد ليش وشنو الأسباب؟ ممكن أن تكون طفولة غير سعيدة، طفل ربا في عيلة متفككة. السبب الثاني جرح من الطفولة، كل ما الطفل يكبر ينبت معه، يعني إذا في شخص تعنف من يوم هو صغير أو حس بنوع من أنواع التنمر ما يقدر أنه هو يعيش حياته أو يمارسها بشكل طبيعي. الشخص المتعلق يصيده خوف من المستقبل، فما يقدر أنه هو يخطي إلى الأمام، فيتم في قلق، في وسواس، وهني توقف الحياة.